بعد تميزه الواضح حصل الطفل مجد محمد ذات 7 سنوات ابن مدينة السلمية على الميدالية الذهبية لمشاركته في مسابقة الحساب الذهني في دمشق والتي أقامتها مؤسسة علمني. أنا أحب الحساب الذهني وبحب الأرقام، أجت الأم انتبهت علي وصارت تعلمنا بالبيت وسجلتنا عند الآنسة. هلا مجد كتير نافس طلاب، هو أول ما بلش إجا لعنا لأنه بحب الرياضيات بحب الأرقام، فنحن فعلا خلينا مجد يحب أكثر حتى أنه ينجز عمليات حسابية بوقت قياسي. نحن المسابقة لازم تحل ب7 دقائق 120 سؤال، طبعا هي المسابقة كتير بتمثل المسابقات العالمية أنه بتشبهها كتير، فنحن هي الأطفال اللي تعلمت على هي السرعة وتتدرب بهي السرعة. مجد إجانا بالبداية كان كتير بطيء بس كان عنده شغف لأنه يتعلم. تدريبات واختبارات مستمرة خضع لها الطفل مجد في عدة مستويات للحساب الذهني والتي ساعدته لاجتياز هذه المسابقة ومنافسته للمتسابقين من مختلف الفئات العمرية. مجد هو طفل بحب الرياضيات، عنده كتير مواهب بس الرياضيات شيء مهم بالنسبة له. لما بلاقيه بالبيت كان يحسب أرقام صغيرة لحاله، فأنا حبيت أني أطور له هذه الموهبة، حبيت أني أطور له الرياضيات. تنمية موهبة أي طفل هي مسؤولية على عاتق الأهل، دائما مسؤولية على عاتق الأهل والأهل حصرا. الطفل هو أصغر خلية بمجتمعنا وتربيته الصحيحة وتأسيسه الصح وتقويته وتقوية شخصيته هي الأساس لحتى نوصل لمستوى راقي ولبلد راقي. يساعد الحساب الذهني على توسيع الخيال لدى الطفل وسرعة البديهة، كما يعمل على قوة الشخصية لديه بالإضافة إلى تحليه بالصور. محي الدين فهد للأخبارية السورية، ريف حماد.